السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله يا سلام، الحمد الحمد لله. لله رب العالمين، عذرا على التأخير ولكن بس كنت برفع الحلقة زمايلكم اللي في الربع الثاني. السلام عليكم. عليكم يقطع السلام. الصورة، عليكم السلام تقطع. ورحمة الله. ليش؟ ما أدري، هل من عندي المشكلة ومن عندكم؟ الصورة ولا الصوت؟ لا، الصورة تصير الشاشة بيضة وترجع لا لا، يرجع لسه ما عملتش حاجة، أنا لسه ما رفعتش حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كده واضح؟ واضح من عندي انا المشكله شكلها. شباب، تصير عندكم والشاشه بيضه؟ لا لا واضح، لا كل شيء واضح. من عندي انا شكلي بمسك الحلقه وبرجع اثبته من جديد. ما احنا قلنا نرمي الايفون، ما حدش سمع الكلام. ماشي يا ابو عبد العزيز، ايه والله استاذ، ادي اخرة اللي بيثق في الايفون. ها ماشي يا ابو عبد العزيز. طيب شباب، ما شاء الله عليكم، في منكم اجتهد وارسل لي الاجابات. وفي منكم للأسف ما قالش أنت فين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بينك الحقيقة ما في، نسيت الواجب الحين، يوم شفته الحين جاء في بالي. سبحان الله، والله العظيم نسيت. صادق حبيبي، صادق، تحلفش أنا بهزر معك، صادق. أي والله، فإن شاء الله إذا الليلة إن شاء الله أحل أستاذ وأقدم لك إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. كلام كيف حل يا استاذ؟ ما عندي كتاب. مش عندك كتاب؟ اي ما عندي. مش احنا ادي استلمه من عندكم؟ مش احنا رفعنا الكتاب على المجموعة، احمد مشكورا رفعه اكتر من مرة. معلش يا ابو حميد، ارفع الكتاب مرة ثانية المجموعة بعد اذنك. اوكي، يمكن ما انا معكم بالمجموعة، مش معانا في الواتس، مستحيل، احنا دخلنا كل الناس. ومع ذلك اكتب رقمك هنا دلوقتي على الشات، تمام؟ خلص. واحمد هيضيفك لو ما كنتش منضاف. اوكي، لاني ترى اول مره ادرس معكم في الربع هذا، لاني قطعت ثلاث ارباع يمكن. ولا يهمك، انت بس اكتب رقمك حالا دلوقتي. تعرف تكتب هنا في الشات؟ اكتبته. المهم اكتبه، احمد ايه هينقله ويضيفك ان شاء الله. خلاص تمام، يعطيك العافيه. معلش استاذ، اجين ما سمعت ترى. كتب رقمه علي الهجري، خد الرقم وضيفه لنا على المجموعه عشان يبقى معانا، وبعدها ارفع الكتابين مره ثانيه بعد اذنك. خلاص، ما في مشكله صح. طيب خلينا بقى نروح للدرس بتاعنا سريعا. فالناس اللي حلت هيحل معايا بسرعه دلوقتي، اللي ما حلش للاسف هناخد وقت طويل عشان نحل. فانا مش عايز كده يا جماعه، عايز الناس تلتزم بالحل عشان ننجز بسرعه يعني. طيب التمرين بيقول complete these sentences, use the correct form of be going to and the verbs in parentheses. راح يقول مش فاهم يعني ايه، نقول له مش فاهم رأس السؤال، اقرأ المثال المحلول. المثال المحلول بيقول this be a very busy weekend. طب هو عايز يكتبه ازاي؟ عايز صيغة verb be, am, is او are، بعد منها صيغة going to، بعدين the verb in parentheses اللي مكتوب بين قوسين. احنا هنعمل حاجة ظريفة هتسهل على الناس الفهم ان شاء الله. احنا هنحل السؤال ده يا احمد، هنحله، او يا خالد اللي فاتح المايك معايا، هنحل السؤال ده يا خالد من اليمين لليسار،
يعني ايه يعني هنيجي كده استاذ انا استاذ انا مع عيالي في الطريق بس ولا يهمك ما انا عشان كده اخترت خالد هنيجي من اليمين يا خالد ايه اللي مكتوب هنا خلاص هنكتبها زي ما هي طيب قبلها هو عايز اكتب صيغه ايه تو يبقى نكتبها قبلها عايز اكتب صيغه ايه going خلاص كتكتبها برضو هيتبقى الاشكاليه فين في موضوع verb yes. صح كده هي دي الاشكاليه يبقى صحيح. انا ما كتبت من اليمين اليسار be going انا كتبت تقريبا نص الاجابه صحيح هيتبقى لي بقى be اللي هو ايه be احنا قلنا حاجه من ثلاثة am is or are مش كده برضو yes خدهم تاني كده اهو عشان نذكر الناس بيهم وعليكم السلام يا ورحمة الله يا عبد الله اليمي هلا حبيبي نكتبهم تاني يبقى احنا عندنا am is or are هي دي الإشكالية هو ده نص الإجابة طب يا ترى هكتب انا هي انا قال لي هتكتب is طب ليه نكتب is لانه is بتيجي بعد ايه افتكر معايا يا خالد ايوه he singular she or it it الله يفتح عليك فthis هنا هتعادل it مظبوط صحيح عشان كده كتبنا هنا ايه is بس كده فنيجي نقرا بقى كل اللي كتبناه من اول وجديد كأن ما كتبناهوش يعني this is going to be a very busy weekend ونسأل السؤال انجليزي ده يا مرسي اه والله انجليزي ايه اللي يثبت لي اهو is after verb as a verb be after this اللي هي بتساوي it going to اللي هو عايز نكتبها في السؤال اهي زي ما هي وبعدين the verb in parentheses ماشي كده يا خالد تمام خليك معايا لان انت هتحل معايا المثال او السؤال الاول سؤال بيقول on Friday my friend Ben and I see هنحل ازاي يا خالد هنحل ازاي من اليمين من ايوه نحل من اليمين برافو عليك ما تستعجلش مش هتقولي مش عارف ام ولا مش هنقول الكلام ده لسه بدري عليك ما تستعجلش خلينا بس نكبر خالص سي سي هنكتب هنا سي سوري طلعت سي سبحان الله طب يلا هنكتب سي حلو ده من اليمين صح سي حلو هنكتب قبلها ايه تو طيب لحظه بس عشان هو الكتابه هنا غريبه شويه مش زي ما انت متخيل لحظه واحده هنمشيها كده لقيت اخر السطر زي ما بيقول هنكتب قبلها ايه انت قلت لي ها تو تو حلو قوي ماشي اوكي قبلها نكتب going ايوه الله يفتح عليك لحظه بس كده عشان نظبط الاداء تمام هنكتب قبلها ايه انت قلت لي ها going going مش كده طيب يبقى المنظر العام عامل ازاي يا شباب تعالوا نشوف كده المنظر العام بتاع الاجابه مش بس عشان تنسيق غريب شويه ده المنظر العام going to see مش كده برضو تمام هنقعد نفكر بكده مع بعض بصوت عالي انا وخالد وانتوا تسمعونا وتشاركونا اللي عنده راي تاني يقول لي او اللي مش مقتنع يقول لي او اللي مش فاهم يقول لي دلوقتي هيتبقى عندنا اللي ناقص ايه the verb be صح كده yeah. صحيح verb be احنا اتفقنا am is are امتى بقول ار بعد اي بعد سوري بعد وي يو اور ذي امتى بقول از قلنا بعد هي شي اور ات طب امتى بقول ام بعد اي حلو قوي طب تعال نقرا الجمله من الاول ونشوف هو انا عندي اي ولا هي ولا شي ولا ات ولا يو ولا وي ولا ذي ولا مين بالظبط on Friday my friend Ben and I the subject فيجي خالد هنا الإجابة هتكون إيه؟ Are going. ليه are يا خالد؟ Because my friend Ben and I. معناها إيه my friend Ben and I؟ أنا وصديقي. بالإنجليش. I and my friend. معناها إيه in English في كلمة واحدة؟ Me and my friend. معناها برضو في كلمة واحدة. ها مين يجيبها؟ You. We. الله يفتح عليك مين قال وي سعد انا علي علي ما شاء الله عليك my friend Ben and I كل ده معناها
وي. طب وإيه اللي بيجي بعد وي؟ الآر. بس كده شكرا، احنا جاوبنا على السؤال. ليه انا قلت كده؟ لان بعض اللي ارسل لي الاجابات كتب ام. ليه كتب ام؟ اتخدع، هو توقع ان السبجكت هو عباره عن اي فقط، وده غير صحيح. السبجكت كل ده اللي بالاخضر ده ماي فريند بن اند اي، ومعناها وي. يبقى ار جو، ما حدش يقول لي اي ار، لا اي ار دي حضرتك المقاومه الكهربائيه اللي انت خدتها في الفيزياء، ماليش دعوه بيها في الربع الاول، مش قصتنا دلوقتي. نعرف في الانجليزي ها؟ اوكي طيب، نيجي للسؤال اللي بعده تكمله. مين بقى ناخد؟ حسام. يلا يا سلام. عليكم السلام يا حبيبي. تعال نكمل كده ونثبت ان احنا كنا بنتكلم صح او خطا. نجيب من الاول. On Friday my friend Ben and I are going to see a movie. حسام قبل ما نكمل، what does it mean a movie؟ خليها بلون مختلف. ها what does it mean a movie؟ تعرف؟ لا. مين يعرف؟ موفيز الساد. موفيز ايوه معناها ايه in English؟ او فيلم. فيلم الله يفتح عليك. موفيز in cinema او موفي. تيجي معنا كلمة سينما، ممتاز رائع. او سينما الاثنين دول ابريتش، بس هي تيجي معنا كلمة سينما في الاستخدام العام، وتيجي برضو معنا سينما لو ان هي مكتوبة بشكل كامل، حاجة اسمها موفي ثيادر، اللي تيجي معنا ان شاء الله في يونت 13 الوحدة رقم 3 في المنهج، وهي هتيجي معنا بالتفصيل الممل بتلاوش. طيب بيكمل يا حسام معنا. After the movies اقرا كده يا حسام. وي سبحان الله، ولا صحة ولا شيء، عايز رخفة يد اهو طلعت ويه اللي احنا كنا بنحكي عنها الصبح، او افن بنحكي عنها فوق، اللي هي معنى my friend Ben and I. يبقى انا كده كنت مجاوب صح، يبقى انا اجابتي دي كانت صح 100%. ومع ذلك برضو مش هنستعجل، وهنجاوب من اليمين للشمال يا حسام عادي جدا، بس هكتب بالقلم بقى لانه كده احنا هنقعد 3 سنين نجاوب. هنكتب ايه يا حسام من اليمين للشمال؟ ات اسمها ايت. ات انت قلتها دي هي الماضي من ايت، انت قلت ايت اللي هيجي معنا في الوحده 4 14. تو جوينج يا سلام عليك. جوينج لحظه بس عشان الجي طلعت كيو ما اعرفش ليه. اتس اوكي. والاول هنا الله يفتح عليك. جبناها منين؟ عرفتها منين انها ار؟ علشان وي بس لوي جمعها. ايوه اقرا بقى الجمله كلها على بعضها. وي ار جوينج تو ايت، مكمل الجمله الاخيره. ممتاز، بس خلاص كده احنا جاوبنا بشكل رائع ورائق، ومؤكد ان انا جاوبت صح. حاجتين اثبتوا لي ان انا صح، اولا الاجابه الاولى معناها كان صح اهي، الحاجه الثانيه ان انا لما قريت طلعت فعلا هي وي، يبقى وي ار جوينج تو ايت. ثانك يو حسام. مين ثاني يا شباب؟ حاتم. يا حاتم انا يا استاذ. يلا يا بدر. يبدو ان حاتم عنده مشكله. يلا يا بدر اتفضل حبيبي. On Saturday morning هو بيقول كده my parents سمعت الاخيره دي وبعدين visit. هنجاوب ازاي؟ من اليمين لليسار. ما يلا اوكي نحط فيزيت. حطينا فيزيت ولا زعلك. يلا غير بعدين تو قصدك وقبلينا مش بعدين. هنكتب ايوه طيب اوكي جوينج ايوه ايوه تمام because my parents الله يفتح عليك. يبقى ناخد ار. لا ممتاز ومصحصح النهارده ان شاء الله عليك. جميل. مين كده زي بدر كده وخالد وحسام؟ مرحبا استاذ. شعرك استاذ سمسم حبيبي اخبارك؟ الحمد لله تمام الحمد لله رب العالمين، وربنا يشفي الوالد يا رب شفاء تام لا يغادر سقما ان شاء الله. طيب يلا يا سمسم
اه تعالى بقى نثبت ان اللي جاوبه بدر من شويه كان صح، ما كانش بيجاوب بطيخ الراجل اهو. بص كده طلع السبجكت ايه يا يا اسامه؟ دي اه اللي هي كانت مين في اول الجمله؟ اللي هو تبع بيرنس الجيم. الله يفتح عليك، ممتاز رائع جدا. فتكون الاجابه عادلتن. ايوه they are going to drive. الله يفتح عليك. خلاص بقى خلاص بقى يا مستر، احنا كبرنا على الحكايه اليمين دي، احنا ناس كده نتكلم صح ونقول كلام منضبط ونقول they are going to وايه بقى ها drive. الفيرب بتاعنا drive. drive زي ما هو. ايوه انا بحب الناس اللي بتنجز بسرعه. شكرا ليك مره تانية. مين كمان؟ صالح المنعي. يا صالح. يس تيتشر. تعالى يا وحش بعد مني وسعد الزبيط. حاضر تمام. يلا يا ابو صلاح. اوكي سيتي اند وي انتو ذا سيتي اند وي. ايوه خلينا ار جوينج تو جو. اه ناخد لون مختلف شويه عشان ال ار going to go. انتوا شايفين كويس يعني الخط مقبول يعني؟ ايوه استاذ تمام. to go ممتاز زي ما وعدناه. سعد السبيت يلا يا سعود. to the art museum I think my mother love is going. يا سلام عليك. اه دي اجابه ايه الراجل دغري، عارف المصطلح ده في مصر عندنا؟ اي نعم. اه يعني راجل كده ايه جد كده ما بيهزرش. اجابه حاسمه going ها to نكتب هنا ايه love. طبعا انا بعمل كده بس عشان الوقت يعني عشان السرعه يعني عشان ننجز. طيب مين كمان؟ حاتم. حاتم يبدو ان حاتم نزل في غيبوبه ولا حاجه. طيب ناخد مين؟ مين ما جاوبش؟ خالد هزازي او خالد الجعيدان، اي حد فيكم؟ او خالد الدوسري. ما شاء الله اجاوب عادي. ايوه ما بتصدق انت ها؟ على طول معاك. تعالى يلا اتفضل. But my father is going not like it. ايوه قلت لي اللي انت قلته كده. But my father. ايوه not like it. لا ما انت ما بتجيش في الاجابه وتوطي صوتك، احنا عايزينك على صوتك. اه بعدت السؤال شويه علشان نسال السؤال الشهير اللي انت عارفه. طيب ايوه but my father is going not like it. But my father is going not like it. يلا نخبط السؤال بقى انجليزي ده يا مرسي. تعال نتاكد. is going اكيد بشوف درس بيقول ايه. الدرس بيقول ايه يا ترى؟ الدرس بيقول ايه يا ترى؟ بيقول ايه؟ شفت؟ سبحان الله ولا السحر ولا شعوذه خفت يد اهو. بنكتب هنا ايه؟ going. يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات. انت اتغديت بكبسه او ما اتغديتش صح؟ والله ما اتغديت. دي مصيبه اكبر حضرتك. دي مصيبه. ما فيش ما هو اهو معايا ازاي؟ ما هو اهو مكتوب هنا ايه؟ is not. اه طيب يلا is not going. يا يلا هنا اكتب ايه؟ is not going. سبحان الله. لو في باور لو في بنزين في السياره تمشي. مفيش حضرتك بنزين، نجيب منين احنا بنزين دلوقتي؟ is going is not going to ها like to like. الله يفتح عليك. انجليزي ده يا مرسي. والله يا مستر انجليزي. هذا انجليزي. هو ده انجليزي، غير كده كان بطيخ حضرتك. صحيح انا بحب البطيخ يعني. اتس اوكي. ناخد الخالد الثاني، خالد الدوسري او خالد هزازي احدهما. خالد الدوسري. خالد هزازي. فيش ايوه صح. ايوه وحش. يلا يا حبيبي تعالى اتفضل، معزوم على سؤال حضرتك. later we watch. كيف مره ثانيه مكتوبة later يعني after that we watch. هنكتب ايه هنا؟ we is watch.
علي صوتك كده. We is what? طب حد يسأله السؤال يا جماعة، حد يسأله، خليك فتح المايك ما تقفلش، حد يسأله السؤال عشان أنا تعبت من الموضوع ده. توني أنا داخل يا أستاذ والله. ولا يهمك يا وحش، ولا يهمك. ماشي عليك. طيب انجليزي ده يا مرسي، في حاجة في الانجليزي اسمها we is؟ بغض النظر عن الدرس بتاعك. We is. بس أنا بسألك سؤال. أنا بسألك سؤال هو. أجل. شنو حاجة في الإنجليزي يا خالد الدوسري اسمها we is؟ لا. ما اسمها we إيه؟ We is are. We لا. Is are. نتنين مع بعض. ما شاء الله عليك. لا. ما تجيش. ما تكبش. والله ما أدري والله. ما تجيش. We. ها؟ We are. Star. بس كده. قولها تاني يا خالد الدوسري. We are. ايوه يلا نكتبها مع بعض انا وانت. شكرا يا هزازي. We are. كمل نفس الصيغه. We are going. ايوه الله يفتح عليك. كمل. اي فعل لازم اقوله ولا لا؟ لا اكتب لي بس ايه اللي بعد going. هكتب ايه الاول؟ going to. ايوه وفين هو الفعل اللي احنا عايزين نكتبه؟ هذا ايوه هو ده. سبحان الله بين قوسين الا بتفكرني بحسن الله يمسيه بخير. نقول الجمله على بعضها تاني من الاول. انا اقولها we are going to. ايوه watch. الله يفتح عليك. وصلت؟ وصلت الحمد لله على السلامه. شكرا لك. ناخد مين كمان؟ ناخد سعود. سعود كريم. يا سعود. مش سمعنا سعود. طيب. ما شاء الله حسام متأهب في أي لحظة يدخل مكان حد. شكرا يا حسام. بس استنى بس ندي فرصة للناس. طيب ندي سلمان الجمعة. يا سلمان. طيب فواز العود. طيب لؤي العليوي. لؤي العليوي. My parents. فواز العودة ممتاز. فواز العودة ممتاز. Go home after dinner. ماشي حبيب. ناخد بالترتيب كده زي ما قلناها. نبدأ بسلمان الأول. يلا حبيبي تفضل. بيقول بعد ما كملنا الكلام watch a football game on television. بعدين my parents go. My parents go. لو انت مش عارف خالص جاوب من اليمين لليسار زي ما عملنا مع الناس اللي كانت لسه مش عارفة. لو انت عارف جاوب على طول براحتك. هل انت عارف ولا مش عارف؟ لا والله ما انا عارف. الله يفتح عليك. قلنا اللي مش عارف يعمل ايه؟ يجاوب من يمين اليسار. يعني ايه جاوب من يمين اليسار؟ يكتب الاول الفعل اللي بين قوسين وقبل منه تو وقبل منه going ثم يفكر بقى يكتب ام ولا از ولا ار. حلوه الصيغه دي. زي كده برضو سي كتبنا سي الاول وبعدين قصدي قبلين كتبنا تو وقبلها كتبنا جوينج وبعدين فكرنا فطلعت معنا الاجابه ار وهكذا. فهمت الصيغه؟ عرفت الطريقه؟ لا والله لسه ما عرفت. هنكتب من اليمين لليسار. من اليمين اول حاجه هتقابلنا هنا ايه؟ جوينج. بس هنكتب قبلها هنكتب ايه من صيغه going to بالترتيب؟ to. ماشي going to بالترتيب بس مش مستعجل. اه to. قبلها هنكتب ايه؟ اللي انت قلته دلوقتي going to going. احنا ماشيين على فكره واحده واحده مش بنجري يعني مش مستعجلين.
مش رايح حاجه going خلاص. هنيجي نفكر هنا بقى يا ترى ام ولا از ولا ار، وانا هعرف منين اصلا، انا مش فاهم اصلا حاجه في اللي انت بتقوله. از going. حاضر حاضر مستعجل. قال لك هنعمل ايه؟ هنبص على السبجكت اللي قبلها. السبجكت هو my parents. سمعت دي كويس؟ my parents. yes. ايوه. يا ترى بقى my parents يجي بعدها am ولا is ولا are؟ my parents are. الله يفتح عليك. جاوب بقى من الاول وجديد، اتكلم بقى بالايه، بالعدل مش بالشقلوب. جاوب اقراها عادي جدا من الشمال لليمين طبيعي. اقرا are going. لا من اول هنا، من اول هنا، من اول هنا، من اول هنا، من اول الجمله. my parents. ايوه. are go to go. going 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 to go. بس كده. شكرا شكرا. فهمت ولا عيد؟ فهمت يا استاذ. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. my parents are going to go home after dinner. لاحظ ان مفيش حرف الجر تو، ها؟ يعني مفيش حاجه اسمها go to home، اسمها go home. طيب مين اللي احنا قلنا اسمه وما اتكلمش معانا المره اللي فاتت؟ كان مين فتح المايك؟ فواز صح؟ فواز صح. I am going to sleep late. يا سيدي يا سيدي، واضح ان المثال عجبك وجع على كيفك وجع على الجرح، رحت مجاوب بسرعه. ها ايوه يا استاذ. ايوه عارف، انا عارف. تنام الساعه 1 انت صح؟ الساعه 1 صحيح. شفت بقى، شفت بقى، حاول تنام 12 11 كده يعني. I'm going to، ولا مش هصلي الفجر طبعا للاسف. I'm going to sleep late. طيب اللي بعده then. مين ما جاوبش معانا؟ لحظه كده. حلوه يا علي الهجو، عجبتني. بس هي مش تيك، هي after. is after he she or it. شكرا يا علي، ممتاز عليك ما شاء الله عليك. طيب مين تاني ما جاوبش يا شباب؟ حاتم، رائد، سعد الرويس، سعود، عبد العزيز غزواني. البشر دي راحت فين؟ لؤي، مين يفتح المايك ويجاوب يا شباب؟ اكيد اللي بيشارك زي اللي مش بيشارك، اكيد يعني الوضع مختلف. حاتم مفيش اي رد فعل ولا لو اي؟ I am going to bed. ايوه يا حاتم تعالى يا حبيبي افتح المايك وتعالى. حاتم هو فتح المايك وقفل ليه؟ مش فاهم. طيب احمد ممكن يجاوب؟ ما جاوبش خالص من اول اليوم، اول المحاضره، ولا مشغول برضو مع الاهل؟ مشغول. طيب خلاص اي حد يفتح المايك ويجاوب. ايوه تفضل استاذ. خلاص هو مشغول خلاص روح مش مشكله. لا مو مشغول تفضل استاذ. طيب اوكي يلا. then i read. then i am read. I am. أيوة. I am. أيوة. I am going. لا. أيوة. Going read. امشي واحدة واحدة ما تستعجلش. Going. أيوة. I am going. I am going. أيوة. Going read. ولا في حاجة أنت نسيتها. I am going. ها. To. بس كده. Why? حلوله فوقيها، يعني سطر اللي فوقيها على طول. I am going to read the newspaper. Okay. وعليكم السلام ورحمة الله يا حمزة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. طيب لو تقدر تفتح المايك يا حمزة وتجاوب معانا يبقى ممتاز. يبقى أجمل يعني. مين يا جماعة ما جاوبش؟ طيب خلاص أنتوا حرين. اكيد اللي جاوب مش هيبقى زي اللي ما جاوبش. اللي حابب يجاوب تاني
ايوه يا استاذ. ماشي يا حمزه ولا يهمك حبيبي، صادق بدون حلف. مين؟ سعد. سعد السبيت، تفضل حبيبي. يلا بيو تفضل. On Saturday afternoon I am going to take ايوه am going to وطبعا take عشان بس المساحه. اخر واحده مين يجاوب؟ حد غير سعد السبيت؟ مين تاني؟ حسام. يلا اتش. My friend جيل. اها. And I am وقعت في الفخ. ار ليه ار بقى؟ لان جمع انت. الله يفتح عليك، لانه my friend بن and I معناها وي، فيبقى التصحيح ار. فاللي بعت لي وانا عملت له انها صح، لا يصحح دلوقتي معلش لان انا صححت له بسرعه. الناس اللي بعتت لي مشكورة وانا قلت له ان دي صح، لا هي خطا، فبالتالي هي ار. ار going to ايوه الله يفتح عليك study to study. ممتاز التصحيح بتاعها اهو. ليه؟ لان my friend Ben and I هي معناها we، يبقى ار زي الاولى بالظبط. My friend Ben and I are going to see. واضح كده؟ يلا يا ابو حميد مارس عادتك الجميله، اعمل لنا سكرين شوت وارفع للناس الاجابه على المجموعه. يلا يا احمد. اوكي استاذ. يلا حبيبي لما تخلص الاولى قول لي عشان ننزل الثانيه بسرعه عشان الوقت. خلصت من الاولى. طب نخش على الثانيه. تفضل. اوكي استاذ جود. رائع جدا ما شاء الله عليك. ده كان النص السهل الخاص بالموضوع ده، باقي النص الصعب، لان هو النص الصعب لان انا عايز ادي الناس كلها درجات النهارده للي ما شاركش صوتيا نتيجه ان هو في العمل او عنده مشكله في المايك او مكسوف او مش عارف اقولها ازاي صراحه. فانا هديكم وقت تجاوبوا فيه التمرين الى نهايه الغرفه. خلاص تمرين مهم اهو قدامكم. واحمد مشكورا يعمل لنا سكرين شوت الاول بدون اجابات، وبعدين لما نيجي نجاوب يعمل لنا سكرين شوت تاني بالاجابات ويرفع الحالتين على المجموعه. يلا يا ابو حميد بسرعه يا حبيبي اعمل سكرين شوت دلوقتي. اول اوكي استاذ دان ما شاء الله. سكرين شوت تاني. اوكي استاذ الله يفتح عليك. اكتب لنا بقى على الاثنين الاخرين دول المطلوب الحل الان. الناس تحل كده، اديهم وقت لغايه اخر الغرفه، عمل الغرفه تتحمل وكده، اكون انا صليت وفطرت سريعا ورجعت لكم تاني ان شاء الله بعد حوالي 20 دقيقه. اوكي دقيقه استاذ بس اجين استاذ اعيدها مره ثانيه تصوير معلش. ولا يهمك تفضل. صور الحين انزل تحت شوي استاذ. دي خلاص؟ ايه تمام. الثانيه تفضل. اوكي اكتب عند الاثنين المطلوب الحل الان. خلاص؟ بس على الواتساب ولا مع بعض؟ براحتكم انتوا عايزين تحلوا مع بعض كنبه، عايزين تحلوا كل واحد لوحده ويبعت لي على الخاص مفيش مشكله. انا بس هروح دلوقتي عشان كلنا نروح نصلي بس بسرعه وافطر على السريع واجي لكم على طول. اتفقنا؟ طيب يعطيك العافيه. لكن هنخلي الغرفه شغاله لا بحيث لو عايزين تناقشوا مع بعض تناقشوا لما تخلص الغرفه على ما احملها لكم مره ثانيه. اوكي ارجو الكلام يكون واضح للجميع عشان انا عايز ادي فرصه للي ما شاركش خالص النهارده سواء عنده عذر في الصوت عنده عذر في العمل ان هو يشارك وياخد درجات. اتفقنا؟ بالضبط. بس اللي يصور الشاشه يدخل الجروب. احمد لعب. احمد حالا هيرفعها لك على المجموعه. خلاص خلاص يعطيك العافيه. الله يبارك فيك.